حيث نتواصل بحضراتكم مع انطلاقة هذا الشوط الثاني ومن مسافة 6 كيلومترات للفئة العمرية من 18 عاما إلى 29 سنة في انطلاقات المرموم لهذه الأمسية ضمن الماراثون لليوم الوطني 50 في هذا اليوبيل الفضي لدولة الإمارات العربية المتحدة. نهني القيادة الرشيدة لسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، وأخي سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأولياء العهود ونواب الحكام والمعالي والسعادة وكل من يقيم على هذه الأرض الطيبة بهذا اليوبيل الفضي واليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة. نحن على هبة الاستعداد لانطلاقة هذا الشوط للفئة الشبابية من 19 عاما أو 18 سنة إلى 30 عام، حيث يأتي الشباب هنا مع خبرة الشباب وطموح المستقبل والآمال التي يتابعونها كذلك في سباقات الهجن. مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث يقيم هذه التظاهرة الرياضية السنوية على مدى تمهيديين، بعد ذلك يأتي الختامي والذي يصادف مهرجان ولي عهد دبي، بينما نحن نسير في هذه التمهيديات للتجهيز وترتيب أوراق الأخوة المشاركين في مساء يجدد روح النشاط والتنافس بين الجميع. ما هي إلا دقائق قليلة مشاهدينا الكرام ونسير مع حضراتكم معلنين عن بداية هذه الانطلاقة، عن منافسة شيقة عملاقة. الأسماء المشاركة مشاركة في الأسبوع الماضي وحققت كذلك الإنجازات وحققت النواميس، اليوم تأتي كذلك لتجدد روح النشاط والتنافس. اللجنة المنظمة ضمن نادي دبي لسباقات الهجن والمنبثقة من نادي دبي استعدادها النهائي للكشف عن تفاصيل هذا الشوط، هي مراكزنا المتقدمة، هي دولة الإمارات الحضارية، هي المستقبل، هي الطموح. بسم الله وعلى بركة الله أيها المشاهدين الأعزاء، على البركة ينطلق هذا الشوط، هو الشوط الثاني ضمن برامج هذا المساء ضمن البرنامج المميز في السباقات المسائية. من خلال هذه اللحظة يتنافس الجميع، الستة كيلومترات حاضرة في هذه اللحظة. نسير بحضراتكم مع الشموخ، مع المجد، مع التراث، مع الحضارة والمستقبل. إلى المركز الأول نبدأ بحضراتكم في مسار أشواطنا، في مسار تحدياتنا في هذه اللحظات المقدمة والمركز الأول وصدارة هذا الشوط. يسيطر على المقدمة في هذه اللحظات من يحمل الرقم 11 حمد بن مصبح المحفف الخاطري، يأتي على المركز الأول ليقدم الناموس وليقدم الانتصار، بينما هنا في المركز الثاني هذا الوصول عودة إلى المركز الأول والتغيير الذي طرأ مشاهدينا الكرام على مقدمة الشوط. المركز الأول ما شاء الله حصل تغيير من قبل هذا الاسم، هنا العوادي الخاطري سعيد بن راشد العوادي الخاطري مع مغرد ينفرد بالمركز الأول وينفرد بناموس هذا الشوط، بينما في المركز الثاني، المركز الثاني يأتي عيسى بن ناصر بن سيف الأغفلي على ظهر ثاير، ينتقل كذلك إلى المركز الثاني. المركز الثالث يأتي المحفف حمد بن مصبح المحفف الخاطري محتلا المركز الثالث، بينما في المركز الرابع هنا تقدم من خلال وجود راشد بن مصبح بن عبود الأغفلي على ظهر شاهد
شاهين يصل في المركز وين؟ الثالث، الرابع الآن أو الخامس من الجانب الآخر، يأتي شعار الملهوف ليقدم هنا مرفوق مطر بن حمد، الملهوف الاكتبي يصل هنا مع هذه اللحظات في المركز الرابع، المركز الخامس أيها المتابعين الأعزاء، ها هو جاش شاجع بن عويضة بن محمد الكربي على ظهر هتاش يتقدم إلى المركز الخامس في هذه اللحظات، المركز السادس يصل اسم جديد من خلال هذه اللحظات وبن محفف يتراجع إلى المركز السادس، ها هي النتيجة للمراكز المتقدمة الأولى لناموس هذا الشوط في هذا اليوم الوطني السعيد، في هذا اليوم المجيد في احتفالات الإمارات باليوبيل الفضي أو اليوبيل الذهبي، الكل سعيد، الكل مشاهدين الكرام بلا شك هنا فرحا بهذه الأيام السعيدة والمباركة، عودة إلى صراع الأبطال الأول والمقدمة، ما شاء الله الغفلي يسيطر مع ثاير دخانة من البداية، عيسى بن ناصر بن سيف الغفلي يتقدم إلى المركز الأول ليحضر التحدي، ليحضر هذا التنافس وهو في قمة هذا الشوط، بينما المركز الثاني خادم هذا هو العوادي لعادات مع مغرد سعيد بن راشد بن سعيد، العوادي يلا يا راس الخيمة قادمين مع الخاطري محتلين المركز الثاني، المركز الثالث وين اللي قادم الآن؟ راشد بن مصبح بن عبود الغفلي على ظهر شاهين، بينما هناك يتقدم الملهوف في المركز الرابع مطر بن حمد بن ملهوف الاكتبي، يلا يا هالي مرغم في وجودي على ظهري مرفوق يحتل المركز الرابع، أما المركز الخامس فيصل من خلال هذه اللحظات شاجع بن عويضة الكربي على ظهر هتاش، هذه الخمس المراكز الأولى مشاهدين الكرام راحت وقدمت عروضها الاستثنائية، المركز السادس هناك سعود بن محمد بن مصلح الحبابي على ظهر هجوم قادم من خلال هذه اللحظات أو ظهر هجام يتسلل إلى المركز السادس، هذه النتيجة للست المراكز الأولى، شبابنا المواطنين، شبابنا الجامعيين، شبابنا الذين يقدمون الغالي والنفيس لهذا الوطن، هنا يأتون لمتابعة التراث، هنا يأتون لمتابعة سباقات الهجن، يشاركون الأفراح، يشاركون السباقات، يتألقون في كل سباق وفي كل تحدي، أعود إلى المركز الأول إلى المقدمة ما شاء الله، لا يزال العوادي على ظهر مغرد، العوادي سعيد بن راشد بن سعيد العوادي في المركز الأول، لكن شوف صاحب المركز الثاني ثاير عيسى بن ناصر الغفلي يتحرك إلى مقدمة الشوط في هذه الأثناء، لكن القادمين وايد، القادمين حاضرين، الكل يبغي الانتصار، الناموس هو الهدف والمركز الأول ما شاء الله، مركز حمدان بن محمد يعتبر الأول في متابعة التراث، في الحفاظ على هذه العادات والتقاليد، في الحفاظ على الموروث الشعبي الكبير من خلال سجلاته الذهبية، من خلال سجلاته العملاقة، بينما عودة إلى التوقيت، عودة إلى المركز الأول في توقيت مناسب، ينتقل الملهوف إلى المركز الأول مطر بن حمد الملهوف الاكتبي هنا متلهف على نيل الانتصار، الملهوف في مقدمة الشوط، مطر يأتي على المقدمة على ظهر مرفوق، المركز الثاني وين التسلل؟ قادم من هنا في هذه اللحظات من شاجع بن عويضة الكربي على ظهر هتاش، شارك في الأسبوع الماضي حصل على المركز الثاني أو الثالث، المركز الثالث الآن يأتي هجام قادم، سعود بن محمد بن مصلح الأحبابي يتقدم في هذه اللحظات، الأحبابي يصل إلى المركز الثالث ها هو بن مصلح يتقدم إلى ثالث المراكز، المركز الرابع يتراجع مشاهدين الكرام راشد بن مصبح بن عبود الغفلي، ولكن خلاص شوف الثلاثية يعني تحس من خلال وصولنا بعد منتصف الطريق بأن المراكز الأولية عندما تتقدم حتى من منتصف الطريق تجد طريقها إلى وين؟ إلى الانتصار، شكرا
سعادة عبد الله بن حمدان بن دلموت على يعني وضع الإثارة الدائمة والمستمرة في ميادين السباقات، في ميادين الخيل، في ميادين الطير، بدعم من سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي، أطال الله لنا في عمره وأبقاه ذخرا وسردا لكل الرياضات ولهذا الوطن المعطاء، لأنه يقدم الكثير والمزيد من سباقات الهجن ومن الدعم اللامحدود لكل رياضة ولكل مسابقة ولكل اهتمام. المقدمة ما شاء الله تبارك الله، هذه المقدمة بن مرخان وينك؟ عودة إلى المركز الأول، عودة إلى صدارة الشوط، بن منهوف يسيطر، مطر بن حمد الملهوف الأكسبي اللحظة مسيطر على ظهري مرفوق، على ظهري مرفوق، أحد الشباب المرغمية يتقدمون إلى المركز الأول، يقدمون إنجازاتهم، يقدمون تحديهم سواء بالسيوف، سواء بالمشاركات المعروفة. المركز الثاني هذا هو شاجع، شاجع، شاجع عويضة بن محمد الكربي على ظهري هتاش، خطير للغاية هذا، يعني يوم يشارك والله يعني حسبوا له حسابات لأنه خطير، وصبي خفيف خفيف ومشارك وركوبه ممتاز. المركز الثالث خادم سعود بن محمد بن مصلع الحبابي على ظهري هجام، على ظهري هجام، هذه الثلاثيه، هذه الثلاثيه عبد الله وادي تابع لنا كل صغيره وكبيره مع هؤلاء الشباب، مع هؤلاء الشباب الذين يتابعون سباقات هذه الامسيه، هذه الامسيه الرائعه. مساء مشاهدينا الكرام، هذا التمثيلي مساء الماراثون، الماراثون اليوم الوطني الذي يقدمون كل جديد فيه، يريدون الانتصار بلا شك، حق تحقيقهم لأهدافهم المنشودة بالفوز والانتصار. ما شاء الله تبارك الله، المقدمة لا زال الملهوف على ظهري مرفوق، مطر بن حمد الملهوف الاكتبي، لكن هناك الله يا شاجع، 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 1200 على خط النهاية، وشاجع في المركز الثاني، شاجع بن عويضة الكربي يحتل المركز الثاني. المركز الثالث قادم بالعرطي، هذا هذا بالعرطي سهيل بن محمد بن سهيل بالعرطي الحميري، يلا يلا يا ولد ابو منصور، حرك 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 مياس، حرك مياس، حرك مياس. بينما المركز الرابع سعود بن محمد بن مصلح الحبابي، وعوده الى المركز الاول، عوده الى الملهوف، متلهف متعطش بانه ينتزع الناموس، ينتزع المركز الاول، لكن والله يوم يحضرون عندك الشباب هذيل اللي والله يخوفون، يخوفون. يا سلام، الله، تحرك تحرك الكربي، تحرك الكربي، وبالعرطي من الجانب الاخر، بالعرطي بالعرطي الملهوف، اللحظات الاخيره، حرك اللي بتحرك، لكن مياس هذا، هذا ظهري مياس على الانتصارات، مياس مياس، الكربي الكربي على ظهري هتاش، هتاش مياس، هتاش هناك بالعرطي والكربي، بالعرطي والكربي، ولكن الكربي شاجع، شاجع بن عويضه الكربي، حذرتكم وقلت لكم بانه خطير، خطير للغايه، لكن قادم الملهوف على ظهري مرفوق، على ظهري مرفوق، مرفوق 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 مرفوق، حمد مطر بن حمد الملهوف الكتب، سلام الى مرغم، سلام سلام الى مرغم، سلام. اللحظات الاخيره، الكربي الكربي والملهوف الكربي والكتبي، ولكن لحظه اخيره ما شاء الله، شوف 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 التحدي ما شاء الله، منظر رهيب ورائع عبر دبي ريسنج، عبر اللقاء، ولكن الكربي 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 خلاص راح، راح بالانتصار، راح بالانتصار. يا اهل الوثبه، يا اهل الوثبه، متعودين على النواميس، متعود على الناموس، ها هو امامكم مشاهدينا الكرام، الكربي ينتزع الناموس على ظهر هتاش، شاجع بن عويضه بن محمد الكربي، الاسبوع الماضي حضر، هذا الاسبوع حقق الانتصار، تهانينا والناموس على هذا الفوز والناموس. المركز الثاني مطر بن حمد الملهوف الاكتبي، المركز الثالث سهيل بن محمد بالعرطي الحميري، المركز هنا الثلاثه راحوا بالمقدمه، المركز الرابع سعود بن محمد بن مصلح الاحبابي حضر مع هذه اللحظات على ظهر هجام. بينما مشاهدينا الكرام المركز الخامس، وين الحاضر؟ خلنا ناخذ الخامس عشان نعطي كل ذي حق حق حتى خط النهايه، ومخرجنا عبد الله وادي يتابع. هذا اذا مشاهدينا الكرام اللي وصل المركز الخامس، ياتينا راشد بن عبود الغفلي على ظهري شاهين. نعود الى التوقيت الزمني اذا مشاهدينا الكرام، لحظات الوصول الى خط النهايه، وهنا لحظات ال النهاية والتوقيت الزمني في انتظار هذا التوقيت.
إذن التوقيت الزمني مشاهدينا الكرام 10 دقائق 55 ثانية 3 أجزاء من الثانية، كانت مع شاجع بن عويضة الكربي حيث حل بالمركز الأول على ظهر هتاش. المركز الثاني كان الحضور من شعار الملهوف مطر بن حمد الملهوف 10 دقائق 56 ثانية، 19 جزء من الثاني تهانينا والناموس وسلام للمرغم على ظهور مطر في هذا الشوط مع مرفوق بالمركز الثاني. بينما المركز الثالث كان سهيل بن محمد بسهيل بالعرطي الحميري قطع المسافة في 10 دقائق 56 ثانية و23 جزء من الثانية، تهانينا كذلك ليب العرطي على هذا الفوز وظهوره كذلك بهذه المشاركة مع مياس في المركز الثالث. تهانينا والناموس مشاهدينا الكرام بهذا اللقاء وهذه التحديات المميزة.